إذا مشاهدون قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من طريق السيار اللي كتخرج الهراويين وكتدي لمدينة الرباط. حادثة سير خطيرة جدا ما بين رموك شاحنة وسيارة فاخرة هنا بمدينة الدار البيضاء. الحمد لله ما كاينش شي خسائر بشرية، كتشوفوا استنفار أمني كبير، الدرك الملكي، الوقايه المدنيه، قوات المساعده ورجال الامن والسلطه المحليه، كل شيء حاضر من اجل هذه الحادثه السير اللي وقعت في لوطوروت اللي كتخرج لكازا. الحمد لله تم اخماد الحريق بفضل مجهودات كبيره قاموا بها هاد الرجال اللي غنبغي نشكرهم على هذا العمل اللي قاموا به، كيؤديوا الواجب المهني على اكمل وجه. تمكنوا من اخماد الحريق، وفي هذه الاثناء غادي يحاولوا يحيدوا هذا الشاحنه او هذا الرموك اللي هاز واحد السيتيرنا ديال الفيلو، واحد الماده كيصايبوا بها الزفت، ماده قابله للاشتعال، وبصعوبه كبيره الاخوان باش غادي يتم الازاله ديال هذا الرموك. شوفوا هذه السيدة الإخوان اللي الحمد لله خرجت بزيرو خسائر بشرية. الدرك الملكي كيديروا الخدمة ديالهم على أكمل وجه، كذلك الوقاية المدنية اللي سهروا على إخماد هذا الحريق، مبغاوش يبعدوا من هنا حتى يتاكدوا ان العافيه طفات 100%، بحكم ان كاين دوار هنايا وكذلك طريق السيارة كدي الطوموبيلات وكتجيبو. على حسب ما سمعنا بان هذا الرموك او هذا السيتيرنا اللي هز هذا الفيلو كانت غاده في الطريق، هرب على شي رموك، ومن مور ما هرب على هذاك الرموك الشاحنه الصغيره تسطحت الطوموبيل وتقلبوا وشعلت العافيه في هذا، لانه محمل بماده قابله للاشتعال. هذا الرموك ما بقى فيه والو الاخوان، مشى. الحمد لله ثم الحمد لله اللي ما كاينش شي خسائر بشريه. الناس اللي كانوا في الطوموبيل اللي تسطحات مع ديك الشاحنه هما اللي داوهم للسبيطار، على حسب ما قلنا السيد انهم مصحين. كيفاش حتى شعل؟ راكم عارفين بان هذا الرموك في واحد السيتيرنا عامره بواحد الماده قابله للاشتعال، فبمجرد ما انه تقلب شعلت العافيه، بقى احتكاك وشعلت العافيه.
فغادي يتم الازاله ديالو من الطريق. وهذه ماشي اي طريق، هذه طريق سيار كتسدي جديده وكتخرج الرباط وكتدخل لكازا من منطقه الهراويه. هاد البلاصه الخرجه ديال الهراويين، يعني لوطوروت اللي كتخرج الهراويين تما فين وقعات هاد الكارثه. فهادو هما الرجال اللي وقفوا حتى طفات هاد العافيه هادي. الحمد لله يشكرون على المجهودات اللي قاموا بها، يعني بفضلهم تم اخماد هاد الحريق. الحمد لله شكرا لهم بزاف، كيأديو الواجب المهني على اكمل وجه. حاولوا على انهم يحيدوا من الطريق. شوفوا صعوبه كبيره باش غادي يتم ازاله هذا الرموك من الطريق. ونزيدكم حاجه اخرى، كاين الكليساج في الطريق. الرموك لصق في الارض لان العافيه وهذيك الماده اللي كنهز لصق في الارض.
يشوفوا صعوبة كبيرة باش يحيد هاد الرمك من الطريق. صعوبة كبيرة يشوف كيدفع والرويد كيدوروا في الأرض. يعني خاصو شي رافعة كبيرة باش يقدروا على انهم يحيدوا، لان لصق في الارض لصق. يحاولوا يديروا الرمله، لان هاد البلاصه كتزلق، يحاولوا يديروا الرمله في الطريق.